دكاترة مصر العظماء يتوجهوا لياسمين يبصوا عليها، لأن 3 أيام فاقدة الوعي، 3 أيام فاقدة وعيها. مش عارف متابعينا ومحبينا في كل مكان، متابعي المصري يوم احييكم وارحب بحضراتكم من هنا من محافظ كفر الشيخ. احمد داود مراسل موقع بكفر الشيخ. النهارده متابعينا الظهور الاول واللقاء الاول للام، ام ياسمين. ياسمين طالبه في الصف الثالث الاعدادي، مقيده في مدرسه سخا، رايحه المدرسه يوم الاحد، لكن وقع عليها جزء من كورنيش الطابق الخامس، اصيبت بكسر مضاعف في جنبها ونزيف داخلي. النهارده الام بتطلب من كل شايفين الدعاء لبنتها الاول، وكمان بتطلب من اطباء مصر مسانده. بعد كده اطلب حق بنتي. حاجة عرفيني الاول. بعد اطلب حق بنتي. عرفيني نفسك الاول. انا ام ياسمين، انا ام ياسمين، ام الطالبه. تمام. ام اليوم المنكوس اللي بنتي راحت فيه المدرسه. ام اليوم المنكوس اللي بنتي طلعت فيه المدرسه. اول يوم راحت بنتي المدرسه فيه. تمام. اول يوم راحت بنتي المدرسه فيه، طالعه هي واختها. هي في ثالثه اعداد واختها في اولى اعداد. وكانت في الفسحه الساعه 11 ونص في الحوش. الكلام ده حصل في الفسحه اول يوم. وقع العمود الخرسانه من الدور الخامس على دماغ ياسمين وهي تحت في الحوش. عمود خرسانه من الدور الخامس، من سور الدور الخامس. عمود خرسان. عمود مش جزء يعني من لا عمود. تمام. اللي هناك وكيل رئيس النيابه لما راح يعين قال لي عمود، وهو بيعمل في التحقيقات قال لي عمود. تمام. ده اللي انا سمعته. تمام. او اللي فهمته. تمام. ماشي. عمود خرسانه وقع فنقلوها العبور، جت جثه همده، جت جثه همده، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. اللهم امين. ربنا يشفيها، فاقده الوعي من ساعه ما دخلت المستشفى لغايه الساعات. كسور في الجمجمه، كسور مش كسر، كسور في الجمجمه ونزيف داخلي. تمام. كسور في الجمجمه ونزيف داخلي، وكدمات في الرئه، وكدمات جامده في الرئه. عرفتش يا امي او مين بلغك بالخبر ده؟ خبر زميلتها. تمام. زميلتها اللي كانوا معاها في ثالثه اعدادي في الحوش، هم اللي رنوا عليا وقالت لي تعالي الحقي بنتي، وقع عليها عمود خرسانه من الدور الخامس. تعالي الحقي. طلعت جاري على العبور، ما شفتش بنتي غرقانه في دمها، بنتي غرقانه في دمها. حالتها دلوقتي عامله ايه؟ زي ما هي من ساعه ما دخلت، زي ما هي، ربنا يشفيها ويعافيها ويتم شفاها، زي ما هي. ما فيش، كل ما اسال دكتور طالع من عنده يقول لي غير مستقرة، الحالة غير مستقرة. طب ما فيش تحسن؟ يقول لك لا، يهز لي في دماغه يقول لي ما فيش تحسن. دكاترة قايمين بالواجب وزيادة، ولكن أنا بدعي دكاترة مصر يتوجهوا لياسمين. أنا بدعي دكاترة مصر جراحة وعظام وبطنة يتوجهوا لياسمين، يتوجهوا لياسمين وبصوا عليها. قلت لي ياسمين حاجة بقالك 3 أيام ما أكلتيش ولا روحت. ولا أكلت ولا شربت ولا نمت ولا روحت، أروح لمين؟ هي روحي، هي سندي وعكاز، هي كل حياتي انا مسنود عليها، بتديني علاجي وبتغير لي وبتلبسني انا ما اعرفش حاجه، انا ما اعرفش حاجه في الدنيا من غيرها، انا ما اعرفش حاجه في الدنيا من غير ياسمين. ياسمين حاجه لما حصل الكلام ده انت بقى رحتي المدرسه ولا رحت على المستشفى؟ لا على المستشفى. اروح المدرسه اعمل ايه وبنتي في المستشفى؟ يعني هي قالوا لك هتنقل في المستشفى؟ تعالى على العبور. قالوا لي تعالى، هي الطالبه قالت لي يا تروح العبور يا تروح المستشفى العام. تمام. انا طبعا جايه في المواصلات، نزلت على المستشفى العام على طول، على العبور على طول. شفتي ياسمين في المستشفى؟ دخلت المستشفى ما تشوفهاش من الدكاتره اللي حواليها. دكاتره حواليها بصراحه اكتر من 10 دكاتره وممرضين قايمين باكمل وجه، لكن انت ما تشوفش ياسمين الدم الغرقانه فيه. ما تشوفش ياسمين من الدم اللي غرقانه فيه. ولا انا عرفت ولا عرف ولا راضوا يخلوني انا، بس بيطلعوا بيجروا ورا بعض من باب الباب. فانا بصيت على بنتي انهارت، ما رضوش يخليني اشوفها، هم ما رضوش يخليني ابص عليها. انا كان اللي بيطلع بخش جري بدماغي ابص على بنتي بس، لكن هم عشان الشكل يا البنت ما رضوش يخليني اشوفها. ياسمين ما فاقتش من يوم ما دخلت المستشفى؟ ولا فاقت ولا عرفت دنيتها شكلها ايه، فاقده الوعي نهائي، فقد الوعي تماما، غير مستقره. مفيش دكتور، لو الدكتور قال لي حالتها مستقره يقول لي، هم قايمين بالواجب وزياده بس حالتها غير مستقره. هم يعملوا ايه؟ يعني عاملين الواجب وزياده، من اول العامل لحد الدكتور لحد الامن كلهم عاملين الواجب مع ياسمين. دكاتره بصراحه عظماء عظماء، لكن انا بطلب من دكاترتنا برضو الكبار يجي يبص عليها، يساعدوا زمايلهم اللي في مستشفى العبور، يساعدوا زمايلهم في مهم وفي الاهم، في دكاتره كبار برضو يجوا يبص على جراحين كبار يجوا يبص عليه. حاجه ما دخلتيش اخر مره شفت ياسمين امتى؟ من ساعتين. مفيش تقدم؟ يبقى الحال على ما هو عليه، يبقى الحال على ما هو عليه.
مفيش تحسن، كلمة مفيش تحسن دي ما بتتغيرش، فقد الوعي 3 ايام وما بتتغيرش كلمة مفيش تحسن. طب مفيش تحسن يا دكتور؟ قولي لا. يهز دماغي، يوجع قلبي، يخلي قلبي ينقبض. يا رب انت الشافي، يا رب انت الشافي اشفيها، يا رب انت الشافي المعافي، يا رب تم شفاها، فان مرضت فهو يشفيه، لا شفاء الا شفاءك يا رحمن يا رحيم. يا مغيث اغثني، بستغيث بك يا رب، انا بستغيث بك تشفي ياسمين يا رب وتنجيها. طالبه بريئه يا رب، طفله بريئه يا رب، طفله بريئه يا رب، اشفيها ونجيها يا رب وعافيها، فك كربها هي واللي زيها يا رب. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. بدعو من كل اللي يشوفني ويسمعني يدعي لياسمين بالشفاء، ومن دكاترتنا العظماء يتوجهوا لياسمين، مش عايزه اكتر من كده. طب في حد من المدرسه صار من دون مدرسه؟ كانوا تحت في الاستقبال، لكن ما شفتش حد طلع العنايه بعدها. تمام. من ساعه ما كانت في الاستقبال انا ما شفتش حد منهم. بس هم ساعه ما جت كانوا كلهم، كل الاساتذه كانوا في الاستقبال تحت. بيطمنوا هنا عليك علاء زيد دلوقتي بقى؟ محدش بيطمن، محدش رن علي، محدش رن علي، محدش رن علي. طيب لما جم هنا، لما طبعا لما كانوا جنبها والخرسانه كده، الخرسانه دي عليها ولا ايه؟ كان زمايلها معاها. كان زمايلها معاها. والاساتذه لما شافوا ده اللي انا سمعته، لما المدرسين شافوا نزلوا جري من على السلم، بس نازلين بعد ايه بقى؟ خلاص كانت خلصت. اختها اللي نقلها في الاسعاف، اختها اللي معاها في الاعداد اللي كانت راكبه معاها الاسعاف. عرفتي اتصلت ازاي؟ زميلتها رنت عليا، زميلتها رنت عليا وقالت لي تعالي الحقي بنتك، وقع عليها عمود من الدور الخامس. عمود؟ عمود خرسانه من الدور الخامس، ده اللي انا سمحته. تمام. انا ما توجهتش لل انت جيت على المستشفى. على المستشفى. اخر رساله النهارده عايز تقول النهارده ان ربنا يشفي ياسمين، وكل واحد ياخد جزاءه، الاهمال ياخد جزاءه. الاهمال. واخر رساله بوجهها الدعاء لياسمين وتوجه الاطباء لياسمين. ده اللي انا بطلبه، مش طالبه اي حاجه تانية دلوقتي خالص. طب انا وحبنا في كل مكان متابعي مصر يوم ببدايتها وختمت بيها دعاء لياسمين بالشفاء العاجل، الام المسكينه اللي بتقول قلبي وجعني على بنتي. كمان بتوجه رساله شكر لكل اطباء مستشفى العبور، وتوجه رساله لكل اطباء مصر اللي يقدر يزور بنتي ويقدم لها اي خدمه. يقدم لها، يجي يبص على بنتي، اللي محتاجاه يقول له عليه، اللي محتاجاه يقولوا عليها، هتتنقل ينقلوها، تتنقل مستشفى خاصه ينقلوها، تتنقل بره ينقلوها، عشان حياه بنتي بتضيع، حياه بنتي بتضيع. حد يقف معاه، دكاترتنا العظماء يقفوا معاه، صحفيينا العظماء يقفوا معاه، احنا مش طالبين اكتر من كده. الصحفيين والشرفاء العظماء يقفوا معاه، اللي بيدوروا على حياه اولادنا، اللي بيدوروا على حياه اولادنا. بنضم صوتنا لصوت ام ياسمين لكل اطباء مصر الشرفاء اللي يقدر يقدم خدمه لياسمين يقدر يتنقل بنفسه. متابعنا من محافظه كفر الشيخ، دمتم متابعنا متابعي مصر يوم في حفظ الغلطه. نقل من المستشفى يجوا يشوفوا. دمتم متابعنا متابعي مصر يوم في حفظ الغلطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.